يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أناس عندهم صندوق خيري يجمعون فيه مالا لما يحصل من المصائب، أناس عندهم صندوق خيري يجمعون فيه المال لما يحصل من المصائب والحوادث كالكفارات والديات، هل في هذا الصندوق زكاة؟ إذا كان معدا للمحتاجين فليس فيه زكاة، أما إذا كان معدا للاستثمار فهذا فيه زكاة. نعم. يقول وإذا استثمر هذا المال فنمي لأجل هذا الغرض فهل تجب فيه زكاة؟ إذا كان منويا لمساعدة المنكوبين والمحتاجين ولا يعود لأصحابه شيء، تبرعوا به وخلاص ما هو براجع لهم شيء، ونمي ما في مانع، ينمى ويتبعه، يصير وقفا تبعه ولا فيه زكاة. نعم.